مصر بعد 2011 كانت مهددة عسكريا من كافة الاتجاهات الاستراتيجية، من الغرب ومحاولة توطين الإرهاب في ليبيا، من الشرق ومحاولة زراعة الإرهاب في سيناء، من الشمال والأطماع في ثرواتنا في البحر المتوسط، من الجنوب وضرورة تأمين منابع النيل وخط الملاحة الدولي لقناة السويس، إلى عدم استقرار السودان. من هنا كان لابد من إحداث ثورة في قدرات الجيش المصري تتناسب مع حجم التهديدات اللي بتواجه مصر وتتفوق على كل الدول الإقليمية، وإنه يتحول من جيش دفاع لجيش هجوم ليس له مثيل. وتم اتخاذ قرار في 2014 بإعادة هيكلة منظومة الردع المصرية بشكل كذري. وده ياخدنا للسؤال الثاني، إزاي قدرت مصر في سنوات قليلة تعمل منظومة ردع غاشمة وحكيمة في نفس الوقت، تردع الصديق قبل العدو وتخليه يفكر ألف مرة قبل ما يدوس لك على طرف ولا يجرؤ على تجاوز خطوطك الحمر؟ النهاردة هجاوب لك على كل الأسئلة دي وأكتر، وهخليك تفهم إزاي المخطط العسكري المصري بيفكر، لأن الموضوع مش صدفة أو عنجهية، ولكن علشان تحقيق المكانة والقوة دي ما جاش بالصدفة، ولكن نتيجة تخطيط استراتيجي متقن لتأسيس أقوى منظومة ردع في الإقليم. عشان نفهم معنى الكلام ده لازم نفهم الأول يعني إيه منظومة ردع وبتتكون من إيه. يوجد قاعدة عسكرية بتقول إذا أردت السلم فاستعد للحرب، فالسلاح من زمن الحرب الباردة أصبح بيستخدم في معيار جديد اسمه سلاح الردع، بمعنى إنه القوى المعادية ليك عندما ترى قدرتك التسليحية ترتدع عن مهاجمتك أو التطاول عليك بعد أن أفقدها تسليحك القدرة على إنها تهاجمك. منظومة الردع المصرية الحالية بتتكون من محاور كتير، زي امتلاك أذرع طولة في الجو والبحر تمكنك من الحرب خارج الحدود وإنك توصل لمناطق كان صعب الوصول لها من قبل، سواء في الجو بطائرات بعيدة المدى زي الرافال، أو في البحر بالقطع البحرية الزرقاء زي حاملات المروحيات وسفن الإنزال والتعبئة الاستراتيجية للقوات مسترال والفرقاطات المتطورة والغواصات الحديث. أيضا امتلاك قواعد عسكرية في أطراف الجغرافيا العسكرية بحرية وجوية وبرية مكنتك من بسط نفوذك والانتشار السريع في كل دوائر أمنك القومي بسرعة فائقة، وأيضا عمل مقر جديد ومتطور لقيادة الجيوش يليق بكل هذا التسليح ومجهز بأحدث النظم التكنولوجية للقيادة والتحكم والسيطرة وتحليل البيانات والاتصالات العسكرية المتطورة. فكان الأكتاجون المرعب أو مقر وزارة الدفاع الجديد في العاصمة الإدارية. لكن جوهر منظومة الردع دي قدرتك على تأمين توافر سلاحك وذخيرتك تحت أي ظرف طول الوقت، وده بيحصل بحاجتين، أولاً توطين صناعة السلاح، ثانياً تنويع مصادر التسليح، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. إزاي مصر قدرت تكسر كل القيود السياسية وتنوع مصادر السلاح بتاعها؟ وإيه هي فلسفة اختياره بدقة وانتقاء الصفقات التسليحية؟ وإزاي مصر قدرت توطن صناعة السلاح محلياً بل وتدخل نادي الدول المصدرة للسلاح؟ أولاً بالنسبة لتنويع مصادر السلاح، مصر قبل الإدارة الحالية كانت دايماً بتعتمد في شراء أسلحتها على حليف واحد قوي ضمن المعسكر اللي بتميل له الإدارة الحاكمة. فمثلاً في الفترة من 1950 لغاية 1975 كانت الإدارة المصرية بتميل للمعسكر الشرقي، وبالتالي اعتمدت مصر في تسليحها على الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا. فما بين 25 مليار دولار مشتريات سلاح في نفس الفترة اشترت مصر من الاتحاد السوفيتي ب 22 مليار دولار، وتشيكوسلوفاكيا ب 1.5 مليار دولار، وفرنسا 700 مليون، وبريطانيا 600 مليون. ومع تغير اتجاهات الرئيس السادات بعد الحرب في أكتوبر وانحيازه للغرب بدل الشرق، بدأت كمان مشتريات مصر من السلاح تتغير، وحتلاقوا ان مبيعات الاتحاد السوفيتي بدأت تقل بشدة لمصر، ويحل محلها مبيعات الكتلة الغربية وخصوصا من فرنسا وبريطانيا في الفترة لغاية 1980. وبعدين تبدأ المبيعات من الولايات المتحدة تسيطر وبشدة علشان تحل محل الاتحاد السوفيتي بالكامل. وهنا هتلاقي ان مصر في الفترة من 1976 لغاية 2012 اشترت سلاح ب 32 مليار دولار، من بينهم 22 مليار دولار من امريكا، والصين 2.8 مليار، فرنسا 2.3 مليار، وروسيا 1.5 مليار. وعلى عكس الفترتين السابقتين دول هتلاقي في الفترة من 2013 وحتى 2022 في توازن تام في مشتريات السلاح المصري. هتلاقي في توزيع ما بين القوى الدولية،
وده بيحصل علشان مصر تبعث برسالة للجميع إنها مش واقفة على حد وقرارها من دماغها، ومفيش قوة واحدة تقدر تأثر على قراراتها السيادية. فهتلاقي من بين 12.7 من 10 مليار دولار مشتريات في الفترة دي، مصر أخدت من فرنسا 3.5 مليار، ومن روسيا 3.5 مليار، وأمريكا 2 مليار، وهكذا. التوازن ده اللي خلى مصر تكمل في معركتها ضد الإرهاب بالرغم من كل التحديات اللي اتفرضت عليها علشان تمنعها من فرض سيطرتها الكاملة على كامل إقليمها، وترك مساحة يفضل يتحرك فيها أعداء الوطن تكون شوكة دايمة في ظهر البلد، زي مثلا لما أمريكا لما حاولت تعوق مصر من استكمال معركة سيناء بمنع الطيارات الأباتشي، لكن مصر كملت معركتها لأن عندها طيارات تانية تحل محلها زي التمساح الروسي. وده ياخدنا لنقطة مهمة قوي، وهي تنويع السلاح نفسه مش بس مصادره. وخلينا في النقطة دي نضرب مثال للتوضيح بسلاح الجو، لأنه الأسهل والأبسط في التفرقة، لأنه بينقسم لخمس أنواع من الطائرات، هم الطائرات المقاتلة والهليكوبتر والنقل والتدريب وطائرات المهمات الخاصة اللي هي الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر والقيادة والسيطرة. شوف بقى، من الطائرات المقاتلة عندنا 333 طيارة من 6 أنواع، هما F-16 والميراج 5 والميج 29 والرافال والميراج 2000 وألفا جيت. المقاتلات دي من 4 مصادر مختلفة، هي أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا. نفس الشيء في الهليكوبتر، عندنا 12 نوع بإجمالي 318 طيارة، أهمهم الMI-8 والKA-52 الروسية والأباتشي الأمريكية، بالإضافة لطائرات إيطالية وفرنسية. نفس الموضوع والتنوع ده بينطبق على كل أسلحة الجيش المصري النهاردة، بحيث أنه مفيش سلاح ملوش بديل، ومفيش سلاح من دولة واحدة، وكل سلاح له ميزة نسبية عن التاني. ودايما عندك الفرق المتدربة وعندها خبرة في التعامل مع أي نوع سلاح. التنوع ده هو اللي بيضمن استقلال قرارك الوطني، وبيخليك مش رهينة لأي طرف، سواء أطراف سياسية دولية أو متغيرات سياسية أو أي إملاءات من أي طرف، لأنك ببساطة بقيت قادر أنك تستغنى عن أي طرف، لأن عندك البدائل دايما متوفرة ومتعددة طول الوقت. وده ينقلنا للمحور الثاني، وهو توطين صناعة السلاح. بعد ما مصر اشتغلت على تنويع مصادر السلاح بتاعتها، كان لازم تشتغل على انها ترفع قدراتها على الانتاج، لانه زي ما حضراتكم شفتم من الارقام ان السلاح مكلف جدا، ولو امتلكنا قدرات تصنيعية هنقدر نخفض كميات ضخمة من الدولار الى الخارج، وكمان هنبدأ ندخل دولار من صادراتنا منه. ولان مصر عارفة كويس امكانياتها ودرسة السوق، مصر بدأت تشتغل في البداية على تطوير أسلحة البر، خصوصا حاملات الجنود والدبابات والمدرعات. وهنا أصبح عندنا، وأنا بتكلم حضراتكم دلوقتي، 3 سلاسل كاملة من حاملات الجند، هما تمساح وفهد وستي، وبيتصنعوا بالكامل في مصانع القوات المسلحة اللي بدأنا بالفعل في التصدير للخارج، وآخر صفقة تمت كان لفرنسا اللي اشترت كمية كبيرة من المدرعات فهد. بعد كده مصر اتحركت لصناعة الدبابات، البداية كانت إنتاج مشترك من الدبابات إبرامز الأمريكية اللي بتتصنع داخل مصنع 200 الحربي، وبيتم تصنيعها بنسبة 95% داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات المصري. وكمان مصر أعلنت في 2020 عن إنتاج الدبابة المجنزرة سيناء 200 بنسبة 100% في مصر. ومؤخرا مصر وقعت عقد تصنيع واحدة من أقوى دبابات الكوكب، وهي الدبابة الكورية الجنوبية بلاك بانثر أو الفهد الأسود. وكمان وقعت مصر مؤخرا بالتعاون مع كوريا الجنوبية برضو تصنيع مدفع الهاوتزر ذاتي الحركة آلي التلقيم K9، وهو من أحدث وأقوى مدافع الهاوتزر في العالم. والسيسي في 2018 افتتح مصنع 300 حربي، وهو قلعة صناعية كاملة بتنتج كل أنواع الذخائر والقذائف وكل أنواع الزي العسكري والمدرع والمتخفي. بعد كده مصر اتجهت لتصنيع الطائرات بدون طيار، خصوصا أن المعركة في سيناء فرضت التوسع في إنتاجها، وتم الكشف في معرض إيدكس 2020 عن برنامج الدرونز المصري، واللي بيتكون من 3 أنواع من الطيارات، أهمهم هي الطائرة الاستطلاعية تحيا مصر من طراز ASN-209 اللي بتتصنع بترخيص من الصين. بعد كده الموضوع توسع لإنتاج أول طيارة مصرية بالكامل من طراز نوت، ودي طيارة استطلاع متعددة المهام وممكن تفضل في الجو 10 ساعات كاملة. بعدها صنعت مصر الطائرة المقاتلة 30 يونيو، ودي تصميمها اتاخد من طيارة بيلاروسية، ودي بقت أول طائرة مصرية من دون طيار بتحمل ذخائر موجهة، سرعتها 260 كيلومتر بارتفاع 7 كيلومتر، وبتشيل لحد 500 كيلو ذخيرة ومتفجرات.
نفس التطوير اللي حصل في المدرعات والطيارات بدون طيار حصل في السفن والرادارات وخلافه. وممكن هنا أفكركم بمشروعات البناء والتطوير المشترك لفرقاطة الجو ويند الفرنسية في ترسانة الإسكندرية، وكمان مع كوريا الجنوبية تم الاتفاق على تصنيع طائرة مقاتلة متقدمة بنفس مواصفات الـ F-16 تقريبا. وأخيرا نجاح مصر في إنتاج الأقمار الصناعية محليا بالتعاون مع الصين، وتكلمنا في حلقة سابقة عن قيمتها المضافة للأغراض العسكرية. كل ده بيقول إن مصر بقى عندها أقوى منظومة ردع في الإقليم، وفرت سلاحها وزودت اعتمادها على نفسها في إنتاجه، وكمان دعمت الاقتصاد بتصديره، وفي نفس الوقت نوعت مصادره بحيث تضمن الاستقلال للقرار الوطني، ويكون الجيش المصري قادر على التدخل والتعامل في كل الأوقات وفي كل الظروف والمتغيرات وفي كل المناطق الحدودية وخارج الحدود كمان وبسرعة فائقة. وبالتالي تكون زودت كفاءة قواتها ورفعت من قدرتها على حماية حدودها وأمنها القومي في أي وقت وفي أي مكان في العالم. أعتقد دلوقتي فهمنا معنى ورسالة كلمة الرئيس لما قال محدش يتصور إنه بعيد عن قدرتنا، ومن هنا نقدر نفهم سر الهجوم الذي لا يتوقف على الجيش المصري وصفقات تسليحه في الإعلام المأجور. الإجابة ببساطة لأنهم ما يقدروش يهاجموه بشكل مباشر خوفا من قوته، فلجأوا للوقيعة بين الجيش والشعب والقيادة ظنا منهم إن حملاتهم ممكن تأثر على العلاقة الفريدة بين المصريين وجيشهم، فيتم تعطيل مسيرة التطوير والتحديث والتنمية والتعمير. عشان كده رسالتي دافع عن بلدك بمنتهى القوة والشراسة، لأن غيرك بيخونها بمنتهى الخسة والوقاح. حفظ الله مصر من كل سوء، وأعلى شأنها كمان وكمان، وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.